بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يطيب لنا أن نستهل هذه الليلة القرآنية المباركة بآيات من الذكر الحكيم والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله، وقارئ مسجد عمرو بن العاص بمدينة القاهرة. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك بأنهم قالوا مسنا النار إلا أياما معدودات.
وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه سبت وهم لا يظلمون. قل اللهم تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من وترزق من تشاء بغير حساب.
قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك قل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بيدك الخير لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير يوم تجد كل نفس ما عملت يوم تجد كل نفس ما عملت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مؤمرا وما ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد
قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها
سبحانك يا رب. والله أعلم، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. زكريا ربه.
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام ثلاثة أيام إلا رمزا.
وربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهودين. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، استمع لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قابلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله وقارئ مسجد عمرو بن العاص بمدينة القاهرة والمقيم بالقاهرة. نقلنا لكم هذا من داخل مخازن الفراش الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة والهندسة الكهربية الكبرى إدارة ومحلات الحاج السيد أبو سلمان وأولاده المقيمين ببهوت.